بسم الله الرحمن الرحيم، المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، والمدعو له الوطن وقائده وجيشه ورجاله. سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ابتلى الله تبارك وتعالى يعقوب بفقده ولده يوسف، وبدأت القصة في منام رآه يوسف وذكره وقصه لأبيه قائلا: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. علم يعقوب أن لابنه يوسف شأنا عظيما، وعلم أيضا بأن إخوته سيكيدون له وسيمتلئ قلبهم حسدا وحقدا وحنقا عليه، فأوصاه بعد أن أنبأه الله تبارك وتعالى أنه له شأنا عظيما، قال: يا بني، بصيغة التصغير، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بعد أن نصحه وأوصاه بأن لا يقص هذه الرؤيا لما يعترض سيدنا يوسف سلام الله عليه من مصائب ومن أقدار تشحذ همته، لأن الله تعالى سيوصله إلى المأمن الذي أراده الباري تعالى، بدأت المؤامرة عندما سمع إخوته بأن يوسف هو المفضل عند أبيه، لأن يوسف كان يحبه أبوه حبا جما، فأخذتهم الغيرة وقالوا بأنفسهم: ونحن عصبة. والعصبة القوة. التفسير ذكر بأن هؤلاء كانوا يقدمون ويعملون لأسرتهم، وأما يوسف فإنه كان صغيرا كان لا يقدم كما يقدم إخوته الكبار. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ليس فقط في زمن يعقوب ويوسف، إن الشيطان في كل زمن. هذه القصة القرآنية التي تذكر لنا الشيطان كما تذكر في نفس السورة: إن النفس لأمارة بالسوء وكذلك تذكر الهوى. نهانا الباري عن اتباع هذه الخصال الثلاث. أما الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومنهم من اتخذ الشيطان قائدا له، عندما أراد إخوة يوسف أن يخططوا للمؤامرة كذلك في سورية خططوا للمؤامرة، وعندما أراد إخوة يوسف أن يتفننوا في قتله كذلك في سورية تفننوا في القتل والسرقة والاغتصاب وتشريد الناس من ديارهم أو من بيوتهم. جاءوا بكل لطف إلى أبيهم: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف؟ والأمانة هي عظيمة عند الله عز وجل. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليست شيئا ماديا حتى يحمله الإنسان، وإلا لكان قد حمله على السيارة أو غيرها من وسائل النقل. الأمانة هي خلق يمتاز بالأمانة الأمين، امتدح الله بها يوسف بصدقه وأمانته، وخاطبه الله تعالى: يوسف أيها الصديق. وهي صفة لأهل الإيمان والتقوى، وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه يلقب بالصادق الأمين. يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. وكما هو معلوم، يرتع أي أنهم يأخذون الأغنام في المراتع، وأما اللعب
فإن الذئاب تختبئ لهم لتكمن حتى يصطادون صيدهم من تلك الأغنام. فإن سيدنا يوسف صلوات الله عليه أرادوه أن يلعب في تلك الأماكن وأن يرتع فيها، ولكن سيدنا يعقوب سلام الله عليه أراد أن يعتذر لهم: إنه ليحزنني، وهو عامل نفسي في داخله، أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. والغفلة هي داء خطير يبتلى به الغافل، وذم الله تبارك وتعالى من غفل عن صلاته وصلته بربه: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني غافلون، لم يقل في صلاتهم. وهكذا إخوة يوسف أظهروا لأبيهم بأنهم غفلوا عنه، وجاءوا إليه في بكاء وحزن وأخبروه، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وفي خبرهم ما يعذب نفس الإنسان لا سيما أنه يفتقد ولده. قالوا: يا أبانا، إنا كنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ولكنه ماذا قابلهم؟ قابلهم بالصبر، وقابلهم بالشكوى إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق يعقوب وصدق يوسف في هذه القيم الرفيعة والمثل العالية، لأن الإنسان إذا امتاز وتسامى بالقيم الأخلاقية الرفيعة فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه. والله تعالى عندما أراد إخوة يوسف أن يحيكوا المؤامرة وتفننوا في قتله، قال أحدهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أو اطرحوه أرضا، اقتلوا يوسف. يوسف إهدار الدماء، ما هو ذنبه؟ ما هو خطأه أن يقتلوه وهو طفل بريء؟ أو اطرحوه أرضا، يعني أن يبعدوه عن كافة الديار، أن ينفوه وأن يمتنع عنه الطعام والشراب في قطعهم له وفي بعده عن أهله وأسرته. وقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وكذلك نوع من أنواع القتل، لأن الجب ممتلئ بالأفاعي والعقارب والحشرات المؤذية. ويذكر ذلك في حديث المسيح سلام الله عليه: من رأى الأفعى جاءت إلى أخيه لتلدغه وعضته ومات فقد شاركها في القتل إن لم يردعها عنه. وهم لم يشاركوا فقط، وإنما قصدوا من ذلك أن يقتل يوسف سلام الله عليه، وفي قتله يكون الأعزاء الصالحين عند أبيهم بحسب زعمهم كما أرادوا. ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يوسف بأن الله يجتبيه، وإنه سيخبرهم بفعلهم الذي اقترفوه. وسيدنا يوسف صلوات الله عليه ظل متمسكا بحبل الله، ظل يلجأ إلى الله عز وجل، إن الله عز وجل رحيم به، والله أرحم الراحمين، وهو الغفور الودود الشكور السميع. وكأن حال يوسف يقول سلام الله عليه: أنا الضعيف وأنت القوي، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ والله تعالى أنقذه بمجيء قافلة كما قال: وجاءت سيارة وأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. فعندما سمع إخوته بأن ذلك الرجل الذي أدلى دلوه ليأتي بالماء لتلك القافلة، تمسك بالحبل سيدنا يوسف سلام الله عليه وأخرجه من البئر. ولكن إخوته علموا به وجاءوا إلى تلك القافلة وأخذوا يساومون على سيدنا يوسف صلوات الله عليه، وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. انظر
إلى تلك الأموال التي يجنيها الإنسان مهما بلغت من حجمها وضخامتها وكثرتها لا تعادل ظفر يوسف سلام الله عليه. أين القرون الماضية؟ تركوا المنازل الخالية، كنزوا الكنوز بجهلهم، تركوا الكنوز كما هي. أولئك الذين باعوا ضمائرهم في سورية وباعوها في التخريب من أجل دريهمات أو من أجل أموال بخسة، باعوا أنفسهم للشيطان وخربوا ودمروا واغتصبوا وقتلوا وأجروا الدماء البريئة في العالم الإسلامي باسم الربيع العربي، فهل ينفعهم هذا المال شيء؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ويوسف صلوات الله عليه من أجل دراهم بخس، ما هو خطأ يوسف صلوات الله عليه ذلك القديس العظيم الذي فارق والده؟ وما هو خطأ يعقوب الذي ابتلي في هذه الخسارة الكبيرة على أن يحزن ويبكي على يوسف؟ وما هو شأن إخوته الذين تآمروا عليه ثم رجعوا بقميص كذب وعليه الدماء؟ وهل أفظع وأقسى من الكذب؟ والله تبارك وتعالى ذمه في الكثير من آياته، لا سيما في هذا العصر. الكذب الذين يفترونه من خلال الإعلام المغرض ووسائل الطباعة وغيرها من الصحف، يكذبون ويختلقون الكذب، والله تعالى يقول ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وفي الحديث النبوي الشريف قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وليظل العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم، إن يوسف سلام الله عليه في هذه القصة ابتلي أيضا عندما عاش في ذلك القصر واشتراه العزيز عيشة رغيدة حميدة، وفي هذه العيشة كان قد ضرب الله تعالى المثل في جماله وحسنه، فنظرت زليخة زوجة العزيز إلى هذا الشاب بعد أن بلغ بالفتوة والكبر جمالا وعظمة وشجاعة، وجاءت إليه لتعرض نفسها على هذا الفتى ظنا منها أنه يرتكب السوء. وإن يوسف صلوات الله عليه كما ذكر القرآن: وغلقت الأبواب وقالت ائت لك، يعني هيأت نفسي لك. قال: معاذ الله، إن ربي أكرم مسواي. عندما ننظر إلى التفاسير، منهم من فسر إن ربي أكرم مثواي الإكرام الذي أكرمه العزيز ليوسف، لأنهم فسروا كلمة السيد بكلمة الرب. وإذا فسرناها بالمعنى المطلق، إن ربي أكرم مثواي هو الله عز وجل، عصم يوسف من الانحراف ومن الزنا ومن الفاحشة، بل من الكبائر بأجمعها. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه قال: الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس المحترمة والزنا وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وسماها اليمين الغموس، وسئل عنها فقال: إنها تغمس صاحبها في نار جهنم. وأما حديثنا عن يوسف صلوات الله عليه وما حصل له بأن اتهم بالزنا عندما قال: إني أخاف الله رب العالمين، وكان يوجد إلى جواره صنم، فجاءت زليخة وغطت ذلك الصنم، وقد أخبرها بأنها تخاف الصنم ولا تخاف الله رب العالمين. والباري تبارك وتعالى كما ذكرت عصم يوسف من الانزلاق في الزنا والفحشاء وسوء النفس التي تأمر صاحبها في الإثم: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين صفوة مختارة إلى البشرية جمعاء ليؤدب الناس ويتخلق الناس بأخلاقهم. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يا هنوب اسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا الجامع الزاهري الكبير
من أقدم الأبنية الأثرية في محافظة اللاذقية، يعتقد أنه كان كنيسة ثم أصبح جامعا، حيث بنيت له مأذنة عام 607 للهجرة الموافق عام 1200 للميلاد. في محلة الصباغين، المحلة المعروفة بسوق بيت الداية، إحدى محلات اللاذقية المشهورة. يتناقل أهل اللاذقية بأن أصله كان كنيسة قديمة، ويدل على ذلك حرم الجامع الذي يزهر على شكل مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب، ثم هناك القناطر التي تحمل السقف وهي تتجه من الشمال إلى الجنوب على عكس القناطر في بقية الجوامع في اللاذقية. وقد أنشأ هذا الجامع أحمد بن أرسلان الناصري، وأحمد هذا هو ابن أرسلان شاه بن بكر بن أيوب بن شاذ الملك المحافظ، وقد استكمل البناء غازي بن الملك الناصر ظهير أمير المؤمنين. أما بالنسبة إلى المدرسة التي تلاصق الجامع من الجهة الغربية، فقد بناها سيف الدين بن عبد الله عام 1425. للجامع واجهة جنوبية وباب وحيد على يمين ويسار المدخل، مصطبتان حجريتان طويلتان تعلو الباب، قطر أحجارها متناوبة بين الأسود والأبيض. في وسط الواجهة بروز على شكل مستطيل مقلوب يقابله من الداخل تجويف المحراب. على يمين المدخل الرئيسي للجامع دهليز صغير مقبي بعقد حجري ينتهي ببابين، الأول من جهة اليمين يدخل منه إلى حرم الجامع، والثاني من جهة اليسار يتصل بصحن الجامع، وهو عبارة عن ساحة سماوية مربعة الشكل مكشوفة ومبلطة بحجر رملي منحوت، وفي وسطه بئر، ويعد من أقدم الأبنية الأثرية في اللاذقية. عبيوت كل الناس عايزة.
أسطوح الليالي دواليها أضياف ما بعرف أساميها وقبل الحلول